عزيز. لدينا المتسابقين مقعد ابن نوار السبيعي وسعد ابن مبخوت الدوسري، وكذلك المتسابق عبد المجيد ابن سعد المطيري، والمتسابق عيد العتيبي. أربع متسابقين في هذه المنافسة، وننتظر الآن جرس البداية، وعند سماعه الانطلاق، ونسمع الآن جرس البداية وتوكلوا على الله. هذا هم المتسابقين، اتجهوا إلى الرحول لشد الشداد على ظهر المطية. هذه المسابقة تعتمد على السرعة وكذلك حسن تركيب الشداد على ظهر المطية وشد بالطريقة الصحيحة حتى يتجه بالطريقة الصحيحة إلى ميدان العرض. نتابع مقعد السبيعي والمتسابق سعد الدوسري والمتسابق عبد المجيد المطيري والمتسابق عيد الدوسري. الجمهور اليوم متعطشين لهذا الشوط وكذلك لهذه المنافسات والمحببة لديهم في ميدان جائزة الملك عبد العزيز. نتابع في هذه اللقطات المتسابقين كل يشد اشداد على ظهر المطية ويتجهون في ميدان، وهذا هو المتسابقين اتجاه على ظهر المطية، وهذه تحية الجمهور والثاني، وكل اتجاه إلى نهاية الميدان إلى حيث مقر الأعلام والرايات البيضاء الموضحة في ميدان الجائزة. يتم طبعا المتسابق اتجه إلى الأعلام الموجودة في ميدان العرض ويأخذ العلم ويرجع إلى خط النهاية، وأول متسابق يغرس العلم بعد خط النهاية هو المتسابق الفائز، طبعا بعد إعلان لجنة التحكيم لاسمه. وهذا أول المتسابقين خذ البيرق وخذ الراية، وهذا الثاني اتجاه في ميدان المنافسة. اليوم المنافسة في شوط فردي الجل، وكذلك المنافسة في ميدان جائزة الملك عبد العزيز، وراح إلى النهاية ونشوف هل يبدأ. طبعا لابد أن ينوخ الرحول ومن ثم يغرس العلم، ولا زلنا نتابع المتسابقين ونتابع لجنة التحكيم اللي بتعلن لجنة التحكيم المتسابق الفائز الأول في ميدان الجائزة. وخلونا نقول ألف مبروك لمين؟ للفائز في هذا الشوط في مسابقة شد الرحول وسابق. وخلونا نقول ألف مبروك للمتسابق مقعد ابن نوار السبيعي، وألف ألف مبروك يا السبيعي. وخلنا نتعرف عليك من جديد، وحياك الله يا السبيعي. الله يحييك، ألف مبروك الهول. الله يبارك فيك ويحييك. كيف شفت هذه الفعالية؟ ما شاكل. طيب تهدي الفوز لمن؟ للسبيعي وللجميع الحاضرين كلهم يستاهل. وخلونا نسمع تحية المقعد السبيعي.